رجل أوقف مزرعة له على أن تكون مقبرة لحاجة الناس إليها في ذلك المكان، فدفن فيها بعض المسلمين وهي كبيرة، فأخذ بعض أولاده يزرعون نصفها حتى يمتلئ النصف الأول، فهل يجوز لهم زراعتها علما بأنهم لا يعطون شيئا من غلتها؟ هذا حرام، ما يجوز لهم. هذه وقف أرض أصبحت وقفا، ولا يجوز أن تزرع المقبرة، ما تزرع، وليس لهم الحق في التصرف فيها أو استغلالها لأنها أصبحت وقف. فالواجب على بلدية البلد أن تسورها وأن تطرد هؤلاء عنها. نعم.